لكن للأسف عقب هذه المباراة حدثت بعض أعمال الشغب من قبل أشبه الأنصار. للأسف هم قلة ولكن صوتهم مسموع، يعني الناس اللي يدير المشاكل هم قلال ولكن صوتهم مسموع ومشاكلهم مرئية وتشاهد. يعني وللأسف المتضرر اليوم في هذه المباراة كان عمال التلفزيون الجزائري، العمال الشجعان المكلفين بتغطية وضمان نقل المباشر لهذه المباراة. لا أدري ما هو الذنب، ما هو ذنب مصور، ما هو ذنب تقنيين، ما هو نشوف تعدي على كاميرا تلفزيون والشجاعة من مصور التلفزيون، يعني كان قادر يخلي الكاميرا ويمشي، لكنه بقي لمواجهة مثل هؤلاء الذين ليست لهم أي علاقة بالبجوية يعني بشكل عام. شوف تعدي صارخ على العمال المصورين والتقنيين الذين لا ذنب لهم في نتيجة هذه المباراة. للأسف هذه القلة صوتها مسموع، مشاكلها يشاهدها الجميع لحسن الحظ. محتاجين للجمهور تاعهم في الظروف صعبة، لما يكون الفريق يعني في أحسن الظروف. احنا الحارس تعرض إلى يعني رمي الجمهور تاعهم في الظروف صعبة، لما يكون الفريق يعني في أحسن الظروف. احنا الحارس تعرض إلى يعني رمي بالحجارة، رمي بالحجارة. لازم تعقل، لازم تعقل الجماهير. لا 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 لا، أشياء مثل هذه لا نريد مشاهدتها ولا هي أشياء يعني أخلاقية ولا هي أشياء في الرياضة أبدا. لازم يكون في هناك أشياء روح رياضية. لأنه أنا حبيت نسقسيك نسقسيك أنت، نسقسي بالقايد ونسقسي كمال. وراه كمال محمد فهمني، نسقسيكم في ثلاثة وقولوا برك الحقيقة، على بالي راح تقولوا لا فيريتي. وكما تقولوهاش عيب الناس تضحك. كي تشوف في الملعب واش شفنا؟ الجول تبليسه حجره، كانت حجره كبيره. روشي مش حجره، جبل يا سيدي، جبل اين مونطان، اين مونطان. مولوديا جياسكا في قسنطينه، دي مونطان، دي مونطان. لا انت قدك اين مونطان حجره صح، مولوديا جياسكا تيران كاع حجر. يا هل ترى اليوم لي سيبورتور ما يضربوش بالحجر؟ لان تما قلت لهم انت ما كاين والو، كاين الكوميسار وكونت. حسبي الله ونعم الوكيل. كوميسار دو ماتش ماشي كوميسار وكونت. كوميسار وماتش باردون. باردون ما نغلطوش، ربي سبحانه اللي ما يغلطش. فهمني؟ يغلط لي الا اللي يقول الحوايج من قلبه سانسير وماشي ايبوكريت. صح. مولوديا جياسكا في قسنطينه ارماد على الحجر، تيران كاع حجر، الشتاء ربي سبحانه هذاك النار طلق امطار من الحجاره. حجاره. وعلاش لو كان تمصروا حوايج كراف كلوب يخلص اللي داروا، اللي داروا هذا الشيء ما نقولش شكون اللي دار هذا الشيء، والناس عارفه كيفاش دارت. لو كان تم خلصوا كوميسار وماتش دار رابور تاعو صح، ماشي وعطاه لي ريسبونساب ولي ريسبونساب ضربوا كيما يلزم الحال. اليوم لي ريسبونساب تاع واش هادو الموب ولا في سطيف ولا يخافوا شويه. فهمني؟ لو كان كيما هذوك الناس اللي ترفدوا اللي داروا هذا الشيء ترفدوا وراهم في التلفزيون وداوهم البهدمه كيما يقولوا. انت تتكلم على لامبينيتي سي سا؟ بيان سور. لامبينيتي هي لامبينيتي تبدا من نيفو دو ريسبونساب سبورتيف. انا لليوم مانيش حاملها. كوميسار او ماتش يدير رابور هكذاك سي اون اونت. قالوا بحاجه مصرات. سي اون اونت، سي اون اونت. الناس كنت تايق فيهم بصح هذيك والله ما نسمح لهم حتى يوم القيامه. لان واحد يدير لك ورقه هكذا ويقول لك ما صرا والو قدام ربي والعباد كاع الناس تشوف ويكذبوا فيك، واليوم تقول لي حجره طاحت. حنا اوني كونت سو جور دو شوز، ولكن لكن اعتداء على زميل تاعي يصور وشو يدير. راني جايك، راني جايك يا رضوان. هذا الشيء صرا. شوف اليوم انا نتعدى عليك يخليوني انا غدوه نزيد نتعدى على بالقائد، نزيد نتعدى عليه ونزيد نتعدى، لان ما قالوليش ستوب روح لهنا تشوف تزور لاوي الفو. صح. بور سا رضوان اليوم نزيد نقول لك مازال تزيد تشوف الملعب، سا سوني كان ديبي. صح معناها السنه كي تبدا النهايه تاع الحبطه وكذا وكذا. صح فهمني.